رحنا زرنا مؤمنين في المناطق هناك وتقابلنا مع أشخاص، تقابلنا مع ناس، عملنا معهم لقاءات، كان في دموع بتنزل. 7 سنين لا أسيس زايرهم ولا خوري ولا كاهن ولا يعني، وفي كتير ناس اعتنقت المسيحية من غير المسيحيين وبس مش عارفين شو يعني كيف بدي يقوموا يعملوا. وفعلا ممكن هناك تبتدي كذا كنيسة من المناطق اللي احنا كنا فيها، وكنا نعمل المناول العشاء الرباني ونعلم عن قدسية الزواج والمعمودية وال يعني كل الأساسيات المسيحية. وانت شفت كيف بشغب، خلينا اقول على 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 نور الموبايل، يعني الكهرباء مطفية واحنا قاعدين بجلسة على الأرض والمؤمنين قاعدين على ضوء الموبايل عم ندرس كلمة الله. وحقيقة كانت هيدي الأوقات من أجمل الأوقات اللي أنا بالنسبة لي، رغم صعوبتها، لكن حقيقة هاي اللحظات كانت من أجمل اللحظات والأوقات بالنسبة لي، أني يكون مع الإخوة اللي هم عرفوا الرب معرفة حقيقية، صلينا معهم، رنمنا، كانت أصواتهم رائعة وهم عم يرنموا لإلهنا الحي. وقديش كنا فرحانين رغم الظلمة اللي كانت موجودة، انه نحن كنا قاعدين على ضوء الموبايلات مثل ما تفضلت حضرتك، وكمان حضرتك ناولتهم العشاء الرباني لهم 7 سنين ما اخذوه، فكانت هيدا بالنسبة لنا فرحة ختمنا فيها زيارتنا بالمنطقة كلياتها، بمنطقة الطبقة، بمنطقة عين عرب اللي هي كوباني، وبمنطقة تل الأبيض هناك بتذكر زرنا الكنيسة الأرمنية طبعا. صحيح. اللي حرقوها واصبحت مركز لداعش، وعملوا ورا الكنيسه سجن انفرادي يعني بيتفننوا في التعذيب، يعني للأسف. عرض متر بكم متر مع التواليت عتمه، هناك منطقه بارده قارس، يعني برد قارس جدا، لكن برضو المجموعه هناك صلينا. الست هناك شو قالت؟ نفسها تصلي صلاه ابانا الذي بعد 7 سنين، فصلينا معها في داخل الكنيسة الأرمنية، رجعوا حطوا الصليب وشفنا الجرن اللي هو بيعود لتاريخ الرومان وهكذا، فكان في فرح فعلا بزيارتنا لهذه المنطقة.